الموضوع بسيط، انا باخد منك عين الدم قدام عينيك، بفصلها في انابيب مخصوصه، ومعايا ستاف ومعايا فريق بيساعدنا في الشغل ده قدام عينين المريض، وبحقن ببنج موضعي، الحقني داخل الركبه ما بيوجعش، الحقني داخل الركبه ما بيوجعش، وبقولها بدل مره الف عشان الناس بتخاف بالحقنه، وادي له تعليمات يمشي عليها. بنعمل اول يومين كمادات ثلج، وبعد كده نبدا كمادات دافيه ومراهم وتغيير حياته، وياخد علاجات كورس كده علاج متكامل يمشي عليه، الدنيا بتحسن جدا. طيب لو انا والحمد لله بالتفاصيل دي بنعالج معظم الحمد لله 400 درجات خشونة. طب هو المريض بقى اللي هو لا قدر الله توصف له مفصل عنده كبير جدا في السن او مرضى القلب مش هيدخل اوضه العمليات، هنعمل له غلق مسارات الاعصاب. انا بتعامل مع العصب الحسي اللي هو بيني للاحساس، عشان بس الناس ممكن تتخيل ان انا هوقف له العصب فمش عارف يروح ويجي. لا انا ماليش علاقه خالص بالتعامل مع العصب الحركي اللي هو بيحرك الركبه وبيدي اشارات النعمة. انا باجي على اللي بيطلع اشاره الالم، اللي بيديني الم، وبالجهاز التراب الحراري داخل غرفه العمليات، وبندي بنج موضعي، وبندخل بالابره قدام عينينا، بنبقى شايفين، لان تشريحيا انا عارف العصب ماشي في الحته دي. هما ثلاث اعصاب بيغذوا بياخدوا اشارات الالم، اثنين فوق الركبه من فوق، واحد من جوه تحت. تمام، دول ثلاث اماكن معروفين تشريحيا وحافظينهم. بندخل عند الحته دي وبنعمل نبضات نتاكد ان ده العصب بدا يدي الاشاره، نعمل له غلق بالجهاز التردد الحراري مع بنج موضعي. الثلاث اماكن دول انا كده قفلت احساس الالم ان هو مش هيطلع اشارات للمخ، كاني غيرت المفصل. المريض بيتحسن جدا والحمد لله. عاملين فيه مرضى وفيه من السعوديه كانوا بيجوا عشان مخصوص البروسيجر دي والموضوع الاجراء البسيط ده، المريض بعد اكتر من 24 ساعه ما كان احساس بس البنج وكده، بيبدا يحس ان ركبته مش مضايقاه، بدا يحس ان الالم بدا يقل جدا. دي بقى ايه اللي بيحصل على الجانب الاخر؟ في الوقت ده انا ما بسيبش الركبه، برده انا عندي الركبه دي عملت لها ليه غلق مسارات عشان هي ما فيش سائل والدنيا متاكله تماما. فانا ببدا احقن له ملايين واهل الركبه واعمل جلسه بلازما، وهو كده الحمد لله رب العالمين مفيش الام، الدنيا كويسه جدا، فبيبدا يحركها كويس ويفرك كويس، يبدا يمارس حياته بطريقه احسن. هقول له اوعى عضلات رجليك، هقول له اشرب ميه، طبعا لازم يظبط اي تعليمات ثانيه من علاجات الضغط والسكر، وزنك لو كتير لو سمحت نزل وزنك، وفي تفاصيل كتير في الكلام في الوزن، احنا لو بطلنا نتعشى بس هنخس. وبعد كده اشوفه بعد شهر، حركه الركبه بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي. المريض ده تغيرت حياته تماما من الام مش قادر يحركها، لبدا يبقى فيش الم والدنيا اتحسنت، وبدا يفردها ويتنيها.